السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مسؤول أمريكي يعترف بصعوبة موقف بلاده لفشلها في إيقاف هجمات البحر الأحمر. وإلى التفاصيل، اعترف مسؤول أمريكي بأن واشنطن في موقف لا تحسد عليه بسبب تواصل عمليات قوات صنعاء في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن. وقال السفير الأمريكي الأسبق إلى اليمن جيرالد فايرستاين إن أمريكا في موقف صعب لأنها لم تستطع وقف عمليات قوات صنعاء، مضيفا أنه لا خيار أمام الحكومة الأمريكية للانتظار على صنعاء حتى وإن دعمت الحكومة الموالية للتحالف. وأكد أن الحكومة الموالية للسعودية لو كانت قادرة على هزيمة صنعاء لفعلت ذلك خلال 10 سنوات الماضية، مشددا على أن الحل الوحيد لإيقاف العمليات البحرية لصنعاء يكمن في وقف الحرب على غزة. أشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.